الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا لي ميغان فيها صوت غريب شوية، طب مش خدم المحرك نشوفوه. شوف ما فيه صوت، فما صوت غريب شوية نسمعوه مع بعضنا. تو هذه السيارة اللي سمعتكم الصوت نتاعها أنا في المحرك وقلت لكم عليها، شوفوا لي منين بالضبط. تو باش نعمل التجربة الأولى اللي هي ما دام فما صوت كيما هكا موجود في جهة السبت أو جهة الكرواء، أول ما نبدو نحو الكرواء. كيف نحينا الكرواء بس نثبت الصوت مازال موجود ولا لا، نحو الكرواء ونخدم الكهرباء بلاش كرواء بلاش سبت. طول طبعا المحرك صافي ما فيه شيء، صوت مش موجود، معناتها فما قطعة من القطايع اللي هم مربوطين بالسبتة مربوطين بالكرواء هم اللي فيهم الصوت، ونتستوهم بالقطعة بقطعة، نشوفوهم نجربوهم بالقطعة بقطعة. نبدو ندوروا بالقطعة، نبدو ندوروا بالمكيف، ندوروا بالتوندر ونشوفوا الصوت وين، لين نلاقوا الصوت اللي هو حاجتنا بيه. هكاك باش نجمو نعرفو. طب هيك قاعد ندور فيهم قطعة قطعة. شوفوهم اما من الدينامو او من المكيف او من التوندير، نشوفوهم منين بالضبط. صوت في اظني الرومون تاع المكيف. طيب من بعد نعطيكم طريقه باش تعرفوها اللي هي الرومون تاع المكيف ولا وتعرفوها مني. باش نعاودوا نرجعوا للسبته اللي هي الكرواء مكانها، ونوريكم طريقه انه هو باش تثبتوا اللي الصوت من المكيف او لا بسهوله تامه. هي الكرواء ما فيها شيء، فيها توندور اللي هو دفاف تاخذ الفوق شوية بالمفتاح وتنحي السبتة وتركبها بسهولة تمام، ما هيش سايبة السبتة في السيارة الميغان. لحظة هاي خدم تصوه تو الصوت كيف يرجع، الصوت ولا فم موجود سكتنا المكيف، الصوت رجع خد المكيف. أنا ما شفتو يعني توا الصوت انفصل على معناتها نحس الرومون تاع المكيف، الصوت الرومون دي نتاع الكومبرسور هذي طفي. شفتوها توا رجع الصوت سكتنا للمكيف. هذه العملية بالضبط كيف تعرفوا الأصوات، هذه العملية كيف تعرفوا الأصوات اللي هي منين بالضبط. هذه طريقة سهلة ومش صعيبة برشا، ذكرتني بسيد جاني هالنهارين بفولكسفاجن أماروك، يعني خسر عليها في الدار، يعني طبعا هو على الضمان على الجارانتي خسر عليها تقريبا درجة 10,000 دولار، يعني 18 مليون تونسي ولا هو أكثر، يعني تقريبا 20 مليون تونسي، 20,000 دينار تونسي. وفي الاخر قالوا له لا لازم باش نبدلوا لك برشا حاجات اخرى، الشان والطوندور وكذا. تكلمني في التليفون جاني، يعني في لحظه ما فماش خمس دقائق وطلعنا الديفو منين، نحينا السبت نلقوا الديفو في رولمون تاع الطوندور. يعني الناس تخدم هكاك فلاحي ما نعرفش علاش، ربي يهدينا جميعا. طيب الصوت اللي سمعناه موجود في قطعة كما هذه اللي هي هذا الكمبرسير يسموه، اللي هذا المحرك متاع المكيف، هذا اللي يبعث الغاز لوسط السيارة وعاود يرجع باش يبرد السيارة من الداخل، غاز يخرج ويعاود يرجع.
يخرج بارد ويرجع سخون، يخرج بارد يسخن سخون، لأنه يسخن في الطريق هو ماشي. في القطعة هذه هي اللي نسمعوا فيها تعمل في الحس، هذه نسمعوا فيها، هذا مثال مش متاعها هي، ما هذه نسمعوا فيها تعمل الحس. سمعتوها؟ هذه تسمع فيها تعمل الحس. هذه فيها هنا مفتاح 13، هذه كرو نحوها ونجدوا هذه، يعني ساعات تخرج سهلة مش ديما تخرج سهلة، أحيانا تخرج سهلة وأحيانا صعبة شوية إلا عند الاختصاص تلقى عنده عامل أراش ولا حاجة نحو هذه. ومن بعد فما سكريبس هنا الداخل اللي هو هذا، هذا يجي هنا اللي هو شد ونحو وفكوا هذه. هذه هذا الكمبرسور واحدة، وهذه قطعة هذه واحدة، هذه هذه رولمون بيلي، هذه رولمون بيلي اللي هي فازة في الواحد هذاك في السيارة هذيك في الصوت. هذه رولمون بيلي اللي هي فازة في الصوت اللي سمعتوه انتم في السيارة توا يرح. شفتوها؟ هذه القطعة اللي هي رولمون بيلي اللي هي جي فاست الكمبرسور جي على برا، هذه هي اللي فيها المشكلة. إن شاء الله تنفعكم الحلقة هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.